ايه رايك بقى يا دكتور رحاب؟ هو اول ما يعرف الجمله اصلا مجلس الاعلى للامومه والطفوله بالنسبه له ده هيبقى رعب. ليه؟ لان هو اصلا مش فاهم معناه. هيعمل ايه؟ جايبين المجلس كله يجي هنا يحاسبني؟ فهيعمل ايه؟ ايه رد الفعل؟ انت دلوقتي بتتعاملي مع حد احنا اوريدي محللينه، شخص غير واعي، غير متعلم. يروح يقول لمامته الحقي يا امه دي جايبه لنا المجلس القومي فتعمل الطفوله والامومه. خبي العيال. دي ممكن اول حاجه تحصل، شيل العيال خبيهم. اذا كان حبستهم بالترابيس قبل كده. لا وهتخبيهم عادي جدا، طب ما هي دي اللي انا بحاول اتكلم فيه بقى. انت رايك نعمل ايه؟ انا رايي ان البنت دلوقتي اكيد هي هتبقى مستنيه ردك، صح؟ هي سمعانا. انا بقول لها تروح لمامتها تقول لها ان انا سمعت كذا 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 بيقولوا ان احنا لازم ندخل حد. فايه رايك في خال في عم في جد في قريب في شارع في شيخ الجامع في اي حاجه يكلمها. هي كأم مش قادره تنفصل، مش قادره تاخد عيالها وتروح تشتغل. هم دول هيدوا عيالها؟ لا ممكن يدوها عيالها لو حد دخل، لو هي طلبت الطلاق قالت لهم انا عايزه عيالي وحد موجود. لان خلي بالك الجده وابنها دول ناس بيحبوا المنظره. انت طبعا طب مش عايز تبعد عن المدرسه دي؟ لا ما هقول لك، ما هي نفس البلد، بس العيله اللي بتقول لك انا عايزه الحجاب من وجيبه واسعه وعشان ده التدين الظاهري مش هيرضوا ان منظرهم وحش قدام الناس، فمش يعني هيحبوا يبقى منظرهم وحش قدام الناس. فلما تدخلي حد عنده هيبه هيسمعه، بس هو مش هيعرف يجي عليكي بعديها لان في حد هيقف له لانه هيخاف على شكله. فهمت قصدك. طب فهمت.